الثمنية هي الخيار الذي كررنا مناداتنا به ولم نعدل عنه ولا وجه للعدول عنه ولا زلنا ندعو إليه. وفي الوقت الذي كنا نكرر فيه هذه الدعوة كنا إرهابيين ودعاة فتنة ومتآمرين في إعلام الآخرين، وسيبقى هذا البهتان مستمرا ما دامت مطالبة بالإصلاح والحقوق. ومن نادى بالسلمية أكثر مما نادينا، ومن طالب بضغط الأعصاب أمام عنف السلطة أكثر مما طالبنا، وكم ساءت بنا الظنون من أعزاء لنا لشدة ما شددنا عليه من أمر السلمية وعدم الرد على الاستفزازات القاسية الظالمة من السلطة. وما كان ذلك ليواجه إلا بالاتهام بالإرهاب والعنف والتآمر والعمالة، وكل ذلك لم يغير من منهجنا ولم نتعامل معه بردة فعل غاضبة، وكل ذلك لن يغير من إخلاصنا لهذه الأرض وإنسانها، ولن يعدل بنا إلى سلوك آخر. ثانيا، ولكن أمن الإرهاب والخروج على السلمية والانزلاق في العنف أن يدافع الإنسان عن عرضه الذي يشهد العدوان عليه؟ وهل تعني السلمية أن ترى عرضك يعتدى عليه فتبتسم لهذا العدوان وتصافح فاعله، أو أن تسكت على انتهاكه وأنت قادر على الدفع عنه؟ أعطوني شريعة سماوية، وأعطوني دستورا أو قانونا أو عرفا إنسانيا يقر ذلك. فليخرج مسؤول من المسؤولين الكبار في الدولة أو عالم من علماء الأمة يأمر الناس بأن عليكم لو شاهدتم من يعتدي على أعراضكم أن تحيوه وتكرموه أو تسكتوا على عدوانه وقذارته وإن أمكنكم دفعه. هل تبقى مصداقية لمثل هذا المسؤول في العالم؟ هل تبقى قيمة لعالم يقول هذه الكلمة؟ هذا كلام لا يقوله إلا مسخ، ولا يمكن أن يقوله إنسان. ماذا يفعل صاحب العرض لدفع العدوان عن عرضه؟ إن كفى الزجر اكتفى به، وإن لم يكف انتقل إلى ما يكف به العدوان عن عرضه مما دون القتل من غير أن يزيد على المطلوب، وإذا لم يجدي مع يد العدوان إلا قطعها فلا بد أن تقطع. ومن الذي يستخف بحرمة النساء ويهدر كرامتهن؟ من يسكت على خروج المرأة في احتشامها تنكر المنكر وتأمر بالمعروف وتطالب بالحق والكرامة، أو من يدفع بها إلى المراقص والحفلات الغنائية المثيرة المختلطة ويسوق للفنادق بسلعة الفجور؟ من هو المسترخص للمرأة؟ راجعوا تقريب الصهيوني وما ذكره من قتل وتعذيب وهتك للأعراض، واذكروا ماذا أحدثتم للمساجد وللقرآن الكريم، وما قيمة المال عند قوات أمنكم. اذكروا، راجعوا ذلك وتذكروا ذلك، ماذا أبقيتم؟ والآن تعلنونها صرخة استنكار مقيتة وقحة في
في وجه الدفاع عن العرض ممن يرى الاعتداء على عرضه رأي عين؟ أرى الاعتداء على عرضي رأي عين وأصمت؟ أي منطق هذا؟ أي إنسان ينطق بهذا المنطق؟ ألا من حياء؟ في الأصل حرصنا على دم الشرطي وغيره أشد من حرصكم، ولكن ما أجراه الإسلام على غيره يجري عليه، ولم يطلق الإسلام يد أحد في مال أو عرض أو نفس وبلا حساب. إننا لحريصون على أن يسود البحرين كلها الانضباط لا أن تعمها العشوائية والانفلات. وأول من عليه أن ينضبط هي الأجهزة الأمنية ومنتسب الدولة في كل مواقعهم. وأي انضباط لرجل الأمن الذي تتحدثون عنه في ضوء ما يعاني الناس منه الناس من تعديات، والحكم الذي يريد أن يجنب الوطن الشر والدمار والخراب، عليه ألا يدير بظهره للإصلاح الحقيقي، ولا يسوفه، ولا يستبدل عنه بما لا يغني، ولا يعتمد القوة الباطشة التي لا تبقي مكانا للثقة ولا مجالا للتفاهم وتقطع السبيل بينه وبين الناس. أسلوبكم هذا، أسلوبكم في التعامل القاسي مع الناس ومع كل كلمة منكرة للمنكر، شأنه أن يقطع السبيل بينكم وبين الناس نهائيا ولا يبقي أن يصله. نريد للبحرين ألا تكون على ما هي عليه اليوم من سوء، ولا تريدون لها إلا مزيدا من السوء والدمار وأن تغرقها الكوارث. وإنكم لواجدون من طلاب الدنيا وعبيدها من لا يريد لكم إلا ذلك، ومن يزين لكم ذلك ويحثكم عليه. والناس قد تم يقينهم بأنهم لا بد من الإصلاح.